السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا من جديد. اليوم اخوان درس حصري بامتياز. قبل ان ابدا هذا الدرس اخوان ارجوكم لايك للفيديو وتابعوه للاخر، لانكم ستحصلون على سيرفر كلاود مجاني في منزلكم، ويمكنكم رفع الصور ملفات من خلال جميع الاجهزه حتى لو كنتم خارج المنزل. ساريكم الطريقه اخوان، يعني تستفيدون من الكمبيوتر الخاص بكم، يصبح مثله مثل الاي كلاود او الجوجل درايف او الدروب بوكس، على العموم سيرفر خاص بك اخي الكريم، ويمكنك الوصول إليه أينما كنت في العالم. سأريكم أيضا الطريقة. كما ستشاهدون إخوان في الجانب، من خلال هاتف آيفون يمكنني الوصول إلى صوري ورفع الصورة مباشرة على أون كلاود، وسأتلقاها في الكمبيوتر أو في أي جهاز متصل في حسابي أون كلاود. بالنسبة للكمبيوتر كما تشاهدون إخواني، بمجرد أن رفعنا الصورة سأذهب إلى الملفات. كما تشاهدون ها هو أون كلاود، مجرد يعني عبارة عن درايف، ويمكنني الوصول إلى الصورة الأخيرة كما شاهدتم أحبائي، وها هي الصورة إخواني بجودة عالية كما رفعتها من الآيفون إخوان. أيضا يمكنكم الوصول من خلال أي كمبيوتر، مثلا من خلال الماك كما تشاهدون إخوان. فهنا طبعا أنا داخل ملفاتي الاون كلاود كما تشاهدون، يمكنني تصفحها طبعا. وكما تشاهدون إخوان ها هي الصورة اللي رفعناها قبل قليل كما تشاهدون تظهر معكم. الطريقة الرائعة إخوان، الدرس مفيد جدا، سأريكم من خلاله كيف تنصبون هذا السيرفر بكل الخطوات إخوان على الويندوز 11، والطريقة أيضا تصلح للويندوز 10. تابعوا معي جيدا إخوان لنهاية هذا الفيديو بتركيز، ستحصلون على سيرفر أون كلاود، كلاود سحابي خاص بكم أينما كنتم ترفعون الفيديوهات، لديكم نسخة في جميع الأجهزة. لا تذهبوا بعيدا إخواني، نلقاكم بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. إذن إخوان تابعوا جيدا معي هذا الشرح لنهاية أحبائي، سيكون طويل لكن مفيد جدا. ستحصلون على أون كلاود خاص بكم على الكمبيوتر. الشرح اليوم على ويندوز 11، ووجدت لكم ملف يسهل عليكم الخطوات اللي سنقوم بها. سأشرح على كمبيوتر باللغة الفرنسية اون فرونسي، ووضعت لكم أيضا ترجمة الإخوة بالإنجليزية لبعض التيرم أو بعض الكلمات التي سنحتاجها في هذا الفيديو. إذا أول شيء إخوان يجب تفعيل سو سيستم ويندوز بور لينكس، اللي هو الويندوز ساب سيستم فور لينكس، كما كنا شرحنا بالنسبة للأندرويد، اليوم سنشرح بالنسبة لللينكس. أوكي، إذا ما هي الخطوات؟ تابعوا جيدا. بالفرنسية بارامتر أبليكاسيون، بعد فونكسيوناليتي فاكولتاتيف، بعد فونكسيوناليتي دو ويندوز. وبالنسبة للإنجليزية رانا كاتب لكم هنا الشرح كيفاش توصلوا لهذه الخطوات. إذا نذهب إلى بارامتر، بعد ذلك على أبليكاسيون، بعد ذلك على فونكسيوناليتي فاكولتاتيف. أسفل طبعا هنا غادي نمشيو بلوس دو فونكسيوناليتي ويندوز. أوكي، هنا الإخوان يجب أن نفعل هذه الخيارات. طبعا لمن لديه بالفرنسية يتبع معي الشرح، واللي بالإنجليزية يتبع هذا الشرح هذا. أوكي، إذا سو سيستم ويندوز بور لينكس غنجيو غنفعله نفسش عليه كما تلاحظون إخوان. فوالا سو سيستم اللي هو هذا. أوكي، نفعله هكذا، وبعد ذلك بلاتفورم ديال ويندوز لورديناتور فيرتويال، لا بلاتفورم فيرتويال. إذا بلاتفورم دورديناتور فيرتويال اللي هي الفيرتوال ماشين بلاتفورم. اذا الاخوه بالانجليزيه فعلوا هاد الاثنين، وانا فعلتهم هنا. بعد ذلك اوكي، طبعا ريستارت بي سي، ضروري ان نقوم باعاده تشغيل الكمبيوتر احبائي. اذا ننتظر ابليكاسيون دو موديفيكاسيون اون كور، والان غوديماري لو كمبيوتر. اذا نعيد التشغيل ونعود لكم. اهلا بكم مره ثانيه. اذا اخوان الخطوه الثانيه باننا سنقوم بتفعيل او عمل ابديت للكرنل بالنسبه للساب سيستم فور لينكس. اذا هذه الخطوات سنقوم بها من خلال باور شيل. باور شيل اخوان من يبحث عنه طبعا فقط بحث بسيط، تكتبون هذا باور شيل، باور شيل، ودائما ها هو الويندوز باور شيل، ولكن يجب ان نقوم بالوصول اليه من خلال ادمنستريت. اوكي، اكزيكوتي ان طونك ادمنستراتور، نضغط اوكي. Yes, we. الآن نكتب هذه كما تشاهدون، هذه الأوامر. إذا أول أمر كما تشاهدون تنقلون الملف، سأعطيكم إياه إخوان أسفل الفيديو، تحملونه فيه جميع الخطوات. إذا الآن عملنا كنقوم بعمل update كما تشاهدون،
recherche de mise à jour en cours, vieux patienté. الآن يتم تنصيب تحديث لـ WSL. أوكي؟ ننتظر. تم إذن تحميل الميزاجور أو التحديث. الآن نوقفه به خلال هذا الأمر. نسهل عليكم طبعا أوامر فقط كوبي كولي كوبي باست وهانتوما ساليتو. إذن أوقفناه الآن غادي نرفعه في لافيرسيون. هنايا الكرينل غادي نرفعه لافيرسيون ديالها لا الفيرسيون الثانية. لاحظوا وأضغط إنتر. اي فوالا الان لوبيراسيون ا ريوسي. حنا قمنا بتفعيل كرنل الجديد ل دبليو اس ال. هذه الخطوات قمنا بها. نغلق باور شيل. انتهينا منه. الان سنذهب الى الموقع الانترنت. نفتح جوجل كروم وننزل دوكر. قلنا الدوكر اخوان سنحتاجه في الايام القادمه. يجب ان يعني تحترفون دوكر لانه مهم جدا. دونك دوكر هو هذا الاخوان. اذا نقوم بتحميل دوكر. نضغط على get started هنا ونختار البلاتفورم. بالنسبة للدوكر ديسكتوب، بالنسبة للويندوز هذه نضغط عليها. طبعا انا يعني نزلته مسبقا، انتم نزلوا الملف. اوكي انا نزلته. اين هو؟ لدي هنا في سطح المكتب. ها هو دوكر ديسكتوب انستالر. ضغطتين عليه. يعني طبعا ساعيد معكم الخطوات لتسهيل العملية. وي إذن دوكر إخوان سيقوم بتنزيل جميع الملفات مع لينكس سوى الانتظار إخوان. شاهدون بأننا لدينا install. طبعا يحتاج إلى هذه الملفات ويحتاج إلى الشارت كات. إذن نضغط OK ونتركه يحمل جميع الملفات إخواني إلى نهايتها. إذن إخوان تم تحميل الملفات. نضغط على close. شاهدون بأن دوكر ديسكتوب تم تنزيله. نفتحه من جديد. الآن إخوان نقوم بعمل accept ل terms. بعد ذلك accept. أن فقط إخوان skip tutorial. ولا نحب يتابعوا معي جيدا. لدينا دوكر. إذن الآن يجب أن ننصب on cloud. كيف ذلك؟ تابعوا معي جيدا. بما أننا نزلنا دوكر الآن إخوان كيف سننزل on cloud؟ من خلال cmd command. إذن كل ما في الأمر أننا سنقوم بنسخ هذا الأمر هكذا copy. بعد ذلك سنذهب إلى خانة البحث، نبحث عن cmd اللي هو منفذ الأوامر أو انفيديو كوموند. هنا فقط سأقوم بنسخ الرابط كما تشاهدون وأضغط انتر. إذا ممتاز، تم تحميل on cloud. نغلق سطر الأوامر وبمجرد أننا أغلقناه شاهدتم بأن لدينا on cloud كما تشاهدون. هي تم تنصيب الكونتينر كما تشاهدون. إذا وطبعا running يعني يعمل من هنا. نضغط هكذا وبعد ذلك open in browser كما تشاهدون. فتح معي السيرفر. ها هو on cloud. طبعا by default admin admin. بعد ذلك يمكنكم تغيير اليوزر الباسورد او اليوزر نيم. ادمن ادمن هو الباسورد باي ديفولت. لوج ان. شاهدون. اذا اخوان مبروك عليكم، الان لديكم السيرفر. طبعا هذه التطبيقات موجود ديسكتوب ابلكيشن. احببتم تنزيل ديسكتوب تعود لها. بالنسبه للتطبيق موجود على البلاي ستور وموجود على الاب ستور بالنسبه للايفون. اوكي ها هو اذا السيرفر. نقوم مثلا بعمل upload لملف معين، مثلا تكون هذه صورتي مثلا أغير. شاهدون ها هو تم تحميله أحبائي بكل سهولة. الآن إخوان الخطوة الثانية، لأنه طبعا شغال الأونكلود، الخطوة الثانية اللي سنقوم بها هي أننا سنقوم بإعطاء IP static أو IP fix للكمبيوتر. طبعا هناك أكثر من طريقة. طبعا الطرق المعتادة بأنكم يجب أن تذهبوا إلى الإعدادات هنا، بعد ذلك على ريزو انترنت الانترنت، وهنا اخوان بارامتر ريزو افونسي، وهنا احبائي اوبسيون لادابتاتور ريزو سوبليمونتير. حسب الكمبيوتر باللغه ديالكم الاخوان تصلون الى هنا. تشاهدون بانني متصل هنا بالواي فاي.
نضغط هكذا بروبريتي، وبعد ذلك على تي سي بي اي بي 4 ضغطتين. هنا تشاهدون ها هو يكون لديكم طبعا الكمبيوتر اذا كان اوتوماتيك، تقومون بكتابة الاي بي هنا. الاي بي فيكس كيف سنحصل عليها؟ بطريقة سهلة جدا، يمكنكم الحصول على الاي بي اللي على الكمبيوتر من خلال الامر في الويندوز سي ام دي، تكتبون اي بي كونفيج هكا. هنا تشاهدون بان الكمبيوتر لدي كما تلاحظون ها هو الاي بي، اذا 111 و سوب ماسك ريزو هي هذه، والاي بي باس ري بار ديفو هي هذه. هناك طريقة أخرى أنا بالنسبة لي يعني أحبذها، واللي هي أننا من خلال الراوتر، وهذه ما سنقوم به إن شاء الله. سنقوم بإعطاء اي بي فيكس بما نشوف بأنه 111، إذا أنا بمجرد أنني سأكتب هنا مثلا 192 160 نقطة 100 نقطة 11 ونقطتين، وبعد ذلك 80 80 اللي هو البور، وتشاهدون بأنه الآن كلاود فتح معي عن طريق هذا الاي بي. الآن تبقى لنا أننا سنقوم بإعطاء، سأريكم الطريقة في الخطوة الثانية، إعطاء اي بي فيكس من خلال الراوتر وفتح البور 80 80، وأيضا كيف سنقوم بالوصول إلى هذا السيرفر من خلال الانترنت خارج المنزل اينما كنت اخي الكريم، من خلال الدي ان اس اللي سنقوم بتفعيله ايضا على هذا السيرفر. اذا اخوان في هذه المرحلة ركزوا جيدا، كما قلنا اعطاء اي بي فيكس، يعني سنقوم بتثبيت الاي بي الخاص بهذا الكمبيوتر، وايضا سنقوم بفتح البورت 8080. كيف ذلك؟ بالنسبه لتثبيت الاي بي انا افضل الطريقه عن طريق الراوتر من خلال الماك، ساشرح اليوم على هذا الراوتر اخوان، وطبعا انتم يمكنكم البحث حول انواع الراوتر التي لديكم. هذا الراوتر اخوان هو راوتر لهواوي الفيبر اوبتيك اتصالات المغرب، اوكي؟ إذا طريقة سهلة جدا، أسهل طريقة الإخوان اللي هنا في المغرب، طريقة سهلة كيف نقوم بتثبيت الآي بي وفتح البورت، سأريكم إياه. إذا أول شيء مثلا هذه لافي جينيرال كما كتشوفوا ديال الراوتر، هنا الأجهزة المتصلة بالواي فاي بالكيبل والهواتف. إذا أنا بالنسبة لدي الكمبيوتر مشبوك بالواي فاي، إذا سأبحث عنه كما قلنا 111 كما لاحظتم. إذا ها هو اتش بي طبعا كمبيوتر، ها هو وهذه الماك ديالو. على العموم نضغط على application. هنا الإخوان كما تشاهدون configure reserved DHCP IP address، هنا بهذه الطريقة سنقوم بعمل تثبيت لهذا الكمبيوتر. كما تشاهدون إخوان قمت بتثبيته، فقط يعني تختارون من هنا الماك سيظهر معكم و apply، سيظهر معكم بأن الماك ادرس الخاص بهذا الكمبيوتر هو هذا، ودائما سيحتفظ بهذا الاي بي، حتى لو تغير اي بي في جميع انواع الاجهزه دائما سيبقى على ال 111، لن يقوم بتغيير الراوتر الاي بي بالنسبه لهذا الكمبيوتر، لانه طبعا قام بحفظ الماك لهذا الاي بي، وهذه الطريقه مهمه جدا من غير تثبيته بالطريقه المعتاده. دونك فيكساسيون دو اي بي هذه عرفناها. الآن لفتح البورت نذهب بنفس الطريقة من خلال الوصول إلى نفس الآي بي تابع للكمبيوتر اتش بي application. هذه طريقة سهلة جدا للمبتدئين. بعد ذلك على بورت ميبينج، ونفسه سيفتح معكم هذا الخيار إخواني، هو هنا في تجدون forward rules IPv4 port mapping. هنا سنفتح البورت، إذا سنختار user defined، بعد ذلك هنا سنكتب own cloud، إذن سأفتح البورت 80 على الهوست اللي هو الاي بي 11 اتش بي. تشاهدون لدي أجهزة أخرى هنا، أوكي، لكن اتش بي لو غيرت مثلا للماك تشاهدون تغير معي. الآن سنختار اتش بي هكذا بهذه الطريقة اللي هي 11. بعد ذلك added، تضغطون هنا added،
هنا في التسيبي تتركونها كما هي. هنا سنكتب 80-80 ونعيدها أيضا هنا ونكتبها ضروري هنا في هذا المكان نفس الطريقة 80-80 هنا لا شيء. بعد ذلك apply ننتظر. إذا إخوان مبروك عليكم، فتحنا البورت on cloud سميناه على 111، ممتاز جدا. الآن الخطوة المهمة جدا هي الحصول على الـ DNS إخوان من خلال هذا الموقع. إذا من خلال هذا الموقع دوك DNS، كيف ذلك؟ دوك DNS تقومون بتسجيل دخول من خلال الجيميل الخاص بكم، تختارون أي جيميل. طبعا أنا سجلت دخول من قبل عن طريق هذا الإيميل فري. طبعا هذا الموقع لا يحتاج دفع رسوم مثل DNS أو نو اي بي، هذا يعني اللي غاتوي كما تشاهدون. لدي يمكنكم إنشاء لغاية 5 دومينات، أنا أنشأت واحد سميته كما تشاهدون softnet box. هذا هو الاي بي اللي عندي على شبكة الإنترنت، طبعا يقوم بالتغيير كذا مرة. إذا سننزل أولا، طبعا لدينا قمنا لإنشاء السوفت، ديما تكتبون فقط هنا ما تحبون، تكتبون اسمكم، مهم your name أو أي شيء. هنا هذا الدومين سيتفاعل معكم. على العموم أنا لدي هذا، سنذهب بعد ذلك عند إنشائه ستذهبون على install. هنا إخوان سنقوم بتنزيل البرنامج دوك DNS على الكمبيوتر. طبعا تضغطون على Windows GUI. بعد ذلك إخوان نختار الدومين الخاص بنا اللي قمنا بإنشائه هنا هكذا. تفتح معي هذه الصفحة كما تشاهدون. إذن أولا يجب أن نحمل البرنامج من هنا، نضغط على هذا الموقع. هنا يمكننا تحميل الكلاينت دوك DNS. طبعا نختار هذا الخيار، أنا حملته مسبقا إخوان. هنا قبل طبعا تحميل هذا البرنامج سنقوم بتحميله كما تشاهدون. قبل تنصيبه تحتاجون إلى تنزيل جافا، لأنه لن يعمل معكم. إذا جافا في الموقع تكتبون جافا تحملونها على الكمبيوتر إخوان، فهي سهلة جدا. تنصبون جافا أولا، بعد ذلك سنقوم بفتح البرنامج دوك DNS ونقوم بتنصيبه إخواني بهذه الطريقة كما تشاهدون. Next install finish. إذا إخوان قمنا بتنصيب دوك DNS كما ستشاهدون. إذن أين هو؟ ها هو دوك DNS، نقوم بتشغيله ضغطتين. إذا نحن في هذه المرحلة إخوان، ها هو هذا الطائر كما تشاهدون. والآن دوك DNS setting. إذا كيف هي؟ طبعا أنتم لن تجدوا مثلا صوف نت هنا أو هذا التوكن. إذا الطريقة كيف هي؟ بعد فتحه، بعد فتح البرنامج سنذهب إلى هنا دوك DNS، وها هي إذا كما تشاهدون صوف نت بوكس. أنتم الاسم اللي اخترتموه هنا سيعطيكم الدومين والتوكن. إذا كيف؟ سنقوم بفتح كما قلنا هذا هكذا، تصلون بضغطة زر يمين دوك DNS setting. هنا تنسخون إذا softnet box إلى هنا، الاسم اللي اخترتموه والتوكن كما تشاهدون إلى هنا، وبعد ذلك تتركون هذه كما هي ونضغط OK كما تشاهدون دوك DNS setting validated and saved. إذا الآن إخوان يمكنني الوصول الآن على السيرفر الخاص بي أينما كنت إخوان من خلال هذا الهوست أحبائي. سنجرب الآن، تابع معي جيدا. كنا هنا طبعا لو تلاحظون هنا كنا على الاي بي الداخلي. الآن إخوان سأغلق هذه وسأفتح هذا الهوست إخوان شاهدون، ونضيف له في الآخر، سأضيف له 80-80. تابع معي جيدا. أول إذا الهوست الخاص بنا شغال إخوان، يمكنني الوصول إلى هذا السيرفر عن طريق هذا الهوست إخوان أينما كنت. والآن يمكنني الدخول. طبعا أدمين هو الباسورد، يمكنكم تغييره أحبائي. تابعوا جيدا، ممتاز جدا. إذا كما تلاحظون إذا هذا الهوست يمكنني الوصول إليه أينما كنت. تبقى شيء آخر، بأنكم يمكنكم تنزيل
ديسكتوب كلاينت او لو كليون بالنسبه اما للماك او ويندوز او لينكس. اذا نقوم بتنزيله هكذا، قمت بتحميله، اوفرير، نيكست، بعد ذلك نيكست، بعد ذلك انستال. وي هذا الاخوان هو الكلاينت. يس سيعيد تشغيل الاخوان، ننتظر. اذا كيف كتشاهدوا الاخوان بعد تشغيل الكمبيوتر كما تلاحظون، طبعا اون كلاود سانكرونيزاسيون للتيرميني، طبعا تنتظرون دوكر لغايه يحمل برنامج اون كلاود. الان ندخل على اون كلاود من هنا ضغطتين، تشاهدون بانه ها هو لوكال فولدر اون كلاود سانكرونيزي. يمكنكم الوصول الى الملفات بطريقه سهله جدا بالضغط هكذا في الملفات، وسيمكنكم الوصول إخوان بكل سهولة إلى الملفات التي لديكم هنا في اون كلاود. ها هو إخوان كما تلاحظون، يمكنكم سحب أي ملف إلى هنا، مثلا لنفترض مثلا ليكون مثلا هذا الملف، أسحبه إلى هنا بكل سهولة. إخوان شاهدوا بأنه سانكرونيزي، يتم عمل سانكرونيزاسيون هنا، يمكن الوصول إليه في أي كمبيوتر أو جهاز. إخوان نفس الطريقة تستخدمون على أي كمبيوتر كما قلت لكم، حتى على تطبيقات الويندوز، التطبيقات الخاصة بالماك، وأيضا أندرويد أحبائي، تطبيق الأندرويد فقط في الأندرويد. إخوان طريقة سهلة جدا بأنكم يمكنكم الوصول من خلال أن كتابة هذا الهوست الخاص بكم دائما، والHTTP طبعا في الأول، طبعا ضروري سأعطيكم يعني مثال، مثلا هكذا كوبي، سأعطيكم مثال هنا بهذه الطريقة. إذن للوصول إلى الملفات من خلال التطبيق مثلا أندرويد، ضروري أن تكتبوها بهذه الطريقة إخوان، أوكي، http://، وتكتب الاسم بعد ذلك البورت، لا تضعوا الاس هنا، فقط http من غير اس لأن ليس لديكم سيرتيفيكا. اوكي هذه الطريقه. اليوزر نيم باسورد طبعا انتم لديكم الاختيار. اذا مبروك عليكم اخواني، واتمنى يكون قد اراقكم الدرس. اذا اخوان كما شاهدتم كانت هذه طريقه تنصيب اون كلاود على ويندوز 11. اتمنى ان يكون هذا الدرس قد افادكم اخواني، والدرس مهم جدا، واستخدمنا فيه دوكر. ركزوا جيدا على هذا الاسم لاننا سنحتاج في الأيام القادمة لعدد كبير من الدروس هذه البلاتفورم اللي هي دوكر، ستحتاجونها إخوان لأننا سننصب عليها عدد كبير من البرامج المفيدة إخواني. الدرس متعوب عليه أحبائي، أتمنى أن تضعوا لايك للفيديو وتشاركوه مع أصدقائكم، هكذا ستحصلون كما شاهدتم على سيرفر مجاني يمكنكم استخدامه في أي مكان في العالم أحبائي. ادعمونا باللايكات كما قلت والمشاركة في القناة إخواني، ونلقاكم في درس قادم. كان معكم أخوكم محمد من قناة سيكريت أوف نت، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.